ما عرفكش فين كاين انت دابا وفين تتسمع هضرتي. غالبا غتكون في شي مدينه، ربما راكب في طوموبيل ولا في مترو ولا مريح في دارك ودير اللي زيت، ربما جالس في شركه خدام وتتسمع، ربما في لاصال تدير رياضه. كيف ما بغات تكون الحاله ديالك راها حاله ماشي طبيعيه. الحياه اللي تنعيشها اليوم ما عندها حتى علاقه بطبيعتنا الحيوانيه، حياتنا مزوره. جدودنا اللي كانوا عايشين حياه حقيقيه ما كانوش تيديروا الالارم باش ينوضوا وتيزيدوا فيه كل مره نغيزه تيتمنوا يجمعوا فيها. جدودنا كانوا تيفيقوا مع شروق الشمس وزقزقه العصافير، تينوضوا عامرين بالطاقه والحيويه، ما محتاجينش قهوه يستارطيو بها الدماغ ديالهم. حنا تنوضوا مبشقلين بحال الزومبي، اغلبنا ناعس بطريقه مخربقه. حنا الكائن الوحيد اللي تضحي بالنعاس من اجل حوايج اخرين، واخا النعاس هو القاعده ديال الصحه. نعاسنا حتى هو مزور ماشي طبيعي. شنو الاحساس ديالك وانت تتحل الثلاجه وتتجبد منها الماكله اللي واجده؟ والو، حيت ماشي طبيعيه. قارن بين راسك وبين جدودك اللي عاشوا في الكهوف. الوقت اللي انت تتلعب في التليفون طالع هابط في المواقع وتتسنى قهوتك، هما راه تيكريطو مرشي حلوف والادرينالين مشعل لفعروقهم، تيجيبوا ماكلتهم بدراعهم ماشي تيشريوها من السوبر مارشي. ستريس ديال الصيد كان مفيد حيت قصير وتيعطيهم فوائد صحيه من بعد. انت ستريس ديالك براسو كله مزور. ستريس ديال الخدمه، ديال الترونسبور، ديال الفلوس، ديال الكرا، الكريديات، هادشي اللي تتسترس عليه كله مزور، ما كاينش في الطبيعه. حاجات خياليه خلقها بنادم. في الوقت اللي انت مخشي في شي طوبيس ولا في مترو مزاحم مع خوتك الفئران الادميين، جدودك كانوا رجعوا من الصيد ديك الساعه وشعلوا عويفيه وتجمعوا عليها وبداو تيتعاودوا وشي تيشوف شي. انت خاشي عينك في تليفون واللي حداك حتى هو كلشي عايش مع تليفونه، تيطل غير مره مره على العالم الخارجي باش يشوف واش مازال الناس اللي تيعرف كاينين ولا مشاو ولا ماتوا. تتوصل الخدمه، ديك الخدمه اللي تضيع فيها اكثر من نص حياتك الا ما حسبناش النعاس، وسط ربعه ديال الحيوط جالس تدير شي تخربيق مزور ما عنده حتى علاقه مع الطبيعه، كلشي تقريبا فيرتويال. ستريس تيزيد يطلع، دماغك تيزيد يتبنج، عينيك مقاتلين مع الضوء الاصطناعي، المورال رايب بكثرة المسؤولية والاستعباد اللي تيدير لك الشاف ديالك. في ديك الوقت جدودنا راهم تيدوروا في الطبيعة، تيقلبوا على الماكلة ولا تيصيدوا الحوت. فوق الغداء تكون ديجا وليتي خنونة، ستريس كلاك، راسك مطنطن باغي غير تسد عينيك ترتاح وما قادرش، حيت في البيئة المزورة اللي انت فيها الطبيعة ديالك ما عندها التقيمة، غتبقى مخرج عينك في الخدمة والضغط غيبقى عليك في كل لحظة. في هاد الحالة القبيحة اللي تتكون فيها، جدودنا كانوا تيرجعوا للقبيلة بمال الدواطاب من توت وحوت، دماغهم يلاه فرز كمية هائلة من هرمونات السعادة، صحتهم سانك سانك، المورال واصل للسماء، تيجلسوا تياكلوا في الهواء الطلق النقي، ومن بعد تيقلبوا على شي بلاصه مأنتكه فيها الظل وتيديروا قيلوله ناضيه، قيلوله تتزيد تعاونهم في صحتهم الجسديه والنفسيه. من تتكمل المعاناه ديال 8 ساعات هادشي الا خرجتي في الوقت، تتشد الترونسبور عاوتاني، يا اما حاصل في الترافيك باش تزيد تفرقع المراره ديالك، ولا مزاحم تاني في المواصلات العموميه مع كاع العرقانين بحالك، كلشي وجهه صفر بحال الا مضروب بالكيماوي. تتوصل للدار باقي فيك غير الكادر، تتخشي في وجهك اللي كان. الا كنتي من حمير الطاحونه اللي تيديو معاهم الخدمه للدار، غتصبر غير بشي ساندويتش لاوي غتاكلو فوق اللابتوب وحاضي لا يدخلوا الفراتات في الكلافي. في لحظه يقظه تطلع على الساعه، تتلقى بقالك غير 15 دقيقه ديال شبه حياه قبل ما تسحط وتعاود من جديد رحله الويل. طبعا تتفضل تبقى فايق باش توهم راسك انك عايش، وتتزيد تأزم راسك وتحيد من مخزون النعاس اللي انت محتاجه اكثر من اي حاجه اخرى. هاد العشيه الكئيبه ديالك
كانت زهو عند جدودنا، كانوا تيتجمعوا عاوتاني على العافية، الحجايات والضحك والأعمال اليدوية، كل واحد تيبريكو لي شي لعبة وهو النشط. تيوصل وقت النعاس تيتأملوا في النجوم والمجرات في السماء وتينعسوا بحال شي طفل رضيع. انت عينك في ذاك الوقت بحال الطوبة، مازال تتغطاس بهم مع التليفون وتتفكر في الهم ديال البارح وديال اليوم وديال الغدا، الخوف والأرق والاكتئاب. ما تتعرفش فوقاش غيبزز عليك دماغك الناس، حيت الا خلاك غير شويه اخرى غيسكت لك القلب. هاد الحياه المزوره اللي تنعيشو تتعرى المؤخره ديالها من تتوقع شي ازمه كبيره. الا غير تقطع الطوشيامات غيبدا النهب وغتبدا السرقه والجرائم. المدن اللي حنا عايشين فيها دابا راه ماشي حاجه نورمال، حنا عاله على شنو تيجينا من برا، الا حبس غنوضوها قتيله. شكون فينا يقدر يعيش الى لاحوه دابا في الغابه؟ شنو هما المؤهلات اللي عندنا باش نبقاو على قيد الحياه كيف ما قدوا عليها جدودنا؟ شنو غدير الى صبحتي غدا بلا ضوء، بلا تليفون، بلا انترنت، بلا ماكله، بلا ما؟ فكر في اي حاجه تديرها دابا في حياتك، فكر في اي حاجه دايره بك في حياتك، غتلقى بانها ما عندها التعلقه بالطبيعه، وحيت ما عندها التعلقه بالطبيعه تدير لك ستريس وتدير لك الاكتئاب، حيت بعدتي على البيئة الطبيعية ديالك وعايش حياة اصطناعية، حياة متخيلة، حياة مزورة.